بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال بورسعيد، رئيس مؤتمر بورسعيد لطب الأطفال. الحقيقة مؤتمر ميديا إيجيبت السنة دي الحقيقة محقق يعني أهداف كتيرة قوي كلنا كنا بنطمح ليها. الحضور يعني عدد غير عادي من أطباء مصر وأطباء الدول في الشرق الأوسط وإنترناشونال، عدد لا بأس به. يعني إحنا معديين حوالي 30-40 دولة، وده رقم قياسي في أي مؤتمر في مصر في كل التخصصات تقريبا. المنظمات اللي مشاركه فيه هي اللي بتحط الجايد لاينز للاطفال، الامريكان اكاديمي، الاسبيجان، ودي حاجه من الحاجات المهمه قوي الكويسه قوي. الاحتكاك والسماع والبانل ديسكشن والورش العمل من الحاجات المهمه. انا الحقيقه مشارك في ورشه العمل الخاصه بالتطعيمات، ودي هتبقى يوم الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله. انا المحاضره بتاعتي هتبقى على الفاكسين ادمنستريشن، وهي الفاكسين بانل كله اللي هو الورشه نفسها، ورشه العمل بتتكلم على اساسيات التطعيمات والمشاكل اللي بتحصل معاها، وانا واخد الجزء بتاع التنفيذ الادمنستريشن، لان ده ساعات بيبقى في بعض المراكز والوحدات في الاطباء الشباب بالذات بيبقى في مشاكل في الاداء نفسه وفي طريقه الحقن نفسها، وده ممكن بيعمل بعض المضاعفات. الحقيقه المؤتمر بيهتم بحاجتين مهمين قوي، وده يمكن مميز ليه. البيزك اللي هو الشباب الصغير ممكن بيتعلم اساسيات الطب بالذات طب الاطفال طبعا، والناس اللي هي البوست قوي اللي هم عايزين يعرفوا الابديتس والحاجات الحديثه قوي، كل ده موجود من خلال كم غير عادي من المحاضرات وورش العمل واللقاءات العلميه. فالحقيقه يعني هو تجمع غير عادي لاطباء الاطفال على مستوى مصر والشرق الاوسط. الحقيقه ميديا ايجيبت السنه دي محطوط على الرانك العالمي، وده كويس جدا. اخر 3 سنين في تطور غير عادي للمؤتمر، في ابجريد غير عادي. الحقيقه كل ما نطمح فيه وكلنا بننظم مؤتمرات موجود في ميديا ايجيبت، فهو الى حد كبير يعني بقى هو الستار او القدوه بتاعتنا اللي بنقدر ان احنا يعني نمشي معاها ونقتدي بيها في التطور يعني. فالحقيقه انا بشكر القائمين عليها، استاذ دكتور علي الشافعي، استاذ دكتور وائل البحبح، دكتور محمد زنون. الحقيقه هم عاملين شغل غير عادي وفي التطور غير عادي، والامور من احسن لاحسن. واحنا يعني يكفي ان احنا بغض النظر عن مشاركتنا العلميه، الاستفاده كمان اللي بنستفادها من تبادل الخبرات والتعامل من خلال المؤتمر مع الاستاف سواء في مصر او في الشرق الاوسط او على مستوى العالم. بشكرهم جميعا، بشكر الشركه المنظمه. الحقيقه تنظيم غير عادي وتنظيم هائل بهذا العدد المهول من الاطباء اللي موجودين في وقت واحد وفي اكتر من محاضره واكتر من ورشه عمل واكتر من مكان، كله شغال في وقت واحد، ما حدش عنده مشاكل. شكرا، وان شاء الله السنه الجايه يكون افضل وافضل باذن الله.